السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، في هذا الحديث الشريف حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإسراع في غسل الجنازة وتكفينها وتجهيزها، فالجنازة إما أن تكون صالحة وإما أن تكون غير ذلك، فإن كانت صالحة فإن تأخيرها وحبسها حيلولة بينها وبين ما عد الله عز وجل لها من النعيم في القبر، لأن المؤمن الصالح يبشر عند ساعة احتضاره، كما قال سبحانه: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وجاء في مسند الإمام أحمد أن المؤمن عند ساعة احتضاره يقال: أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. وأما إن كانت غير صالحة فإنها شر يضعه المسلمون عن رقابهم إذا أسرعوا بها، وكذلك تبشر عند ساعة الاحتضار، فالعبد الفاجر يبشر عند ساعة احتضاره بغضب الرحمن سبحانه، نسأل الله السلامة والعافية. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن العبد الفاجر عند ساعة احتضاره يقال: أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث أخرجي وأبشري بسخط من الله وغضب. أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة أن فيها الحث على الإسراع في تجهيز الميت، لأن ما يفعله بعض الناس من تأخير الجنازة لأيام، إما بسبب نقلها إلى أماكن بعيدة أو لغير ذلك من الأسباب، خلاف السنة وجناية عن الميت، لأن السنة الإسراع في الجنازة. أما إن كان تأخيرها من أجل الصلاة عليها أو لغير ذلك من المصالح وهو تأخير يسير فلا بأس بذلك. ثانياً، من فوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة أن المؤمن الصالح ينتقل من هذه الدنيا إلى دار أفضل منها وخير منها، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا نبي الله، من المستريح ومن المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والشجر والدواب، نسأل الله السلامة والعافية. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم إن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها
كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق. ثالثا من الفوائد أن العبد الفاجر ينتقل من شهوات الدنيا وملذاتها إلى العذاب والجحيم في قبره. فقد ثبت في الحديث الصحيحة أن العبد الفاجر يضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه وتفتح له طاقة من النار، ولذلك يقول عند ذهابه أو عند احتمال الرجال ونقل هذه الجنازة يقول: يا ويلها أين يذهبون بها. رابعا رحمة الله تعالى بعباده، ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباده إخفاء العذاب عن الميت، فلو سمع الناس عذاب من في القبور لما تهنأوا لا بطعام ولا بشراب ولا بنكاح، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن تدافنوا يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.